إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الموعد الأخير في نيجيردي ستاديوم هنا في مدينة ديبريسن هنا في المجر بعد أن اتخذ العنابي هذا الملعب ملعبا له خلال المباريات الخمس الماضية والتي واجه أو خلال المباريات الأربع الماضية والتي واجه من خلالها أندية منتخبات هذه المجموعة منتخبات لوكسمبورغ أذربيجان إيرلندا وفي النهاية التي المواجهة التي جمعت بمنتخب صربيا قبل ثلاثة أيام من الآن. اليوم يواجه المنتخب البرتغالي من يتصدر هذه المجموعة والمنتخب الذي يقدم أداء مميزا في طريق التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر. منقولة هذه كرة عرضية ترسل عالية رأسية من جانيل ساكرم عند كرة يا سلام الله 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 بنقلات بلمسات بتمريرات قطرية عالمية أكرم 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 الله 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 أوه يا المعز هذه مكانها الشباك يا المعز ممتازة رائعة كانت عن طريق أكرم هكذا توغلت تقدم لمحت تقدم المعارضية ترسل عالية بعد ذلك المستمر الكرة خطية زالت قائمة وصلت من جديد تسديدة جول أوه الثالثة لم تكن ثابتة وهذه المرة من عبد العزيز من جديد يظهر من جديد يسدد من جديد نعم أدوار كبيرة في وسط الملعب ساقطة خطيرة هنا تاتي ولكن مشعل 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 هنا برشم قف هنا مشعل يا نونو قف هنا برشم تمكن في اللقطة الماضية من لكن بتعود مجددا عرضية ترسل عالية خطيرة الهدف الأول عن طريق أندريس سيلفا يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي بكرة راسية أندريس سيلفا يأتي بأول الأهداف الهدف الشخصي 17 في مباراة الرابعة والأربعين بعد كرة عرضية انسل فيها أندريس سيلفا وانتظرها من الطرف ليس كونزالو عرضية ترسل عالية راسية تأتي وهدف الهدف الثاني من جديد بذات الكيفية وبذات الطريقة أوتافيو في أولى مبارياته يسجل الهدف الأول له الهدف الدولي الأول له أوتافيو اللي ارتقى عاليا ووصل إلى الكرة الماضية بالنسبة للاعب فريق بورتو ليسجل هدف ثاني لمصلحة المنتخب البرتغالي هدفان دون رد لمصلحة المنتخب البرتغالي صلي على محمد.